اجتماعية بيروتية تلاقى فيها سياسيين رجال دين وقضاة بدارة الحاج عفيف كشلي بشبنية لتكريم سماحة مفتي الجمهورية رجل الحكمة والاعتدال الشيخ عبد اللطيف دريان ولتهنئته بعد تأديته مناسك الحج. هذا شرف لأن تكريم لصاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللي هو يعني بركة لكل هذا الوطن، فهو اليوم عشاء تكريمي على شرف مفتي الجمهورية. وأهلا وسهلا في بشبنية، بشبنية دائما عنوان التسامح وعنوان المحبة اللي بنادي فيها سماحته. هو بشرف وين ما راح وين ما اجى بشرف سعادة المفتي، مع الله يخلينا اياه يا رب، وخلينا الحاج ابو حسن السيد عفيف كشلي هو اللي جمعنا هالجمعة الحلوة. سماحة المفتي هو قامة وطنية كبيرة ومرجعية دينية تمثل العيش المشترك، وهي بالتالي عندما يتم تكريمها يتم تكريمنا كلياتنا. الله يطول عمره ويخلي لنا اياه ويجمع كلمة المسلمين واللبنانيين. العشاء التكريمي لم يكن بعيد عن الأجواء السياسية وموضوع تأليف الحكومة والعراقيل يلي عم بتواجهها. لبنان كله ينتظر تشكيل الحكومة، والتأخير في التشكيل لا يتحمله أبدا الرئيس المكلف سعد الحريري. التأخير يتحمله من يعلي سقف المطالب. من أجل ذلك نناشد جميع القوى السياسية إلى التعاون والوقوف إلى جانب الرئيس المكلف من أجل سرعة تشكيل الحكومة. تكريم لرجل الاعتدال ورجل اللي عم بينادي بالعيش المشترك ولم الصف ووحدتنا بلبنان. تكريمه واجب، ودائما هو اخذ اهم خط هو خط الاعتدال، الخط اللي نحن البيارتي بنعتز فيه وبنبشر فيه دائما. نحن دائما بنلتف طبعا حول سماحة المفتي ودار الفتوى لانه بنعتبرها هيدي دارنا، ويعني شو ما كرمناه هيدا قليل عليه.